بسم الله الرحيم. ان شاء الله النهارده هنشرح الصف السادس الابتدائي، هنشرح الوحده الثانيه اللي هي المصابيح الكهربائيه. المصابيح الايه؟ الكهربائيه. طيب خد بالك معايا، المصابيح الكهربائيه زمان ما كانش فيه مصابيح كهربائيه، امال الناس بتنور ازاي؟ واحنا بننور بالنهار ازاي؟ بننور بالنهار بالشمس. دي اضخم مصباح خلقه ربنا على سطح الارض هو الشمس. يبقى الشمس اول حاجه الراجل بيعرفها بيقول لك ايه؟ الشمس هي السراج الوهاب الذي سخره الله للانسان فاستغنى بها عن وسائل الاضاءه الصناعيه نهارا. يبقى بالنهار احنا بنستخدم ايه؟ ضوء الشمس. ما اظنش ان حد بيمشي في الشارع بكشاف بالنهار، تمام؟ ولا بالنهار برضه بنستخدم الاضاءه في المنازل كتير. طيب لما يجي الليل المصابيح ما ظهرتش، المصابيح اللي احنا شايفينها بالشكل ده ما ظهرتش فجأة كده. ما كان في ايه؟ كان في تطور. كان في ايه تطور؟ ليه؟ الانسان زمان كان بيستخدم ايه؟ المشاعل والشموع والمصابيح الزيتية. المشاعل والشموع والمصابيح اللي هي الزيتية. المشاعل والشموع والمصابيح الزيتية، دي اللي كانت مستخدمة للإنارة قديما. قبل اختراع المصابيح، قبل اختراع ايه؟ المصابيح. طيب خد بالك معايا، المشاعل والمصابيح الذاتية دي ليها أضرار. ليها أضرار؟ أولا ضوءها ضعيف وخافت وبتطلع فخار وأبخرة وروائح، وممكن لو أنت قايد شمعة والشباك مفتوح شوية هواء يطفوا الشمعة. شوية هواء يطفوا الشمعة. إذا المشاعل دي مالها؟ أولا ما تنفعش تستخدم كثيرا، عشان كده حل محلها المصابيح الكهربائية. ليه؟ هو ده بقى اللي بيميز المصباح الكهربي. أولا المصباح الكهربي مصدر دائم للضوء صافي وبراق. صافي وإيه وبراق؟ يعني الضوء بتاعه صافي وضغطه قوية، تمام؟ تاني حاجة خالي من الدخان والأبخرة والروائح. ملوش لا دخان ولا أبخرة ولا روائح، ولا يتأثر بالعوامل الجوية، ما يتأثرش بالرياح، ما يتأثرش بالحرارة، يعني طبعا لو دخل هواء للشباك والمصباح قايم، عمر المصباح ما ينطفي. غير الشمعة وغير المصابيح الزيتية، ولا بيطلع دخان ولا بيطلع ريحة، وبيدي ضوء صافي وبراق. دي اللي بيميز المصابيح الكهربية عن المشاعل الشموع والايه؟ والمشاعل الزيتية. طيب هل المصابيح الكهربية كلها نوع واحد؟ لا. المصابيح الكهربية عندي نوعين، في منها متوهجة ومنها فلوري سن. في متوهجة وايه؟ وفلوري سن. هناك عدة انواع من المصابيح الكهربية، منها متوهج، منها متوهج منه الضوء عن طريق تسخين سلك من نوع خاص مصنوع من مادة اللي اسمها تنجستين، وده هتعرف عليها بعد كده، تمام؟ وفي نوع تاني اسمه المصابيح الفلوري سن. وطبعا المصابيح المتوهجه دي اكثر شيوعا، يعني منتشره كتير عن المصابيح الايه؟ الفلوري سن. طيب مين اول واحد بدا واخترع المصباح ده؟ المخترع الكبير العالم توماس الفا اديسون. ده مخترع امريكي. مين؟ توماس الفا اديسون، ده مخترع امريكي، اخترع المصباح الكهرباء، وده ليه قصه شهيره هنتعرف عليها بعدين. طيب اعترافا بفضل هذا العالم، امريكا يوم وفاته اطفأت جميع المصابيح والاناره وقعدت في ظلام دامس ليلا. ليه؟ عشان يعترفوا بفضله وفضل العالم من قبله كان هكذا، العالم قبل ما كان يخترع توماس الفا اديسون المصابيح كان كده، كان كده يعني ايه؟ يعني ما كانش في نور، كان ضلمه بالليل، عشان يقدروا يعترفوا بفضل العالم اديسون. طيب هنبدأ ندرس دلوقتي المصابيح المتوهجة اللي هم المصابيحين اللي معانا دول. دي مصابيح ايه؟ متوهجة. لو لاحظت هتلاقي المصباحين تقريبا شبه بعض، فيهم ايه؟ الانتفاخ والانتفاخ، تمام؟ وفي جوه فتيلة اهي اللي هي الصغيرة دي، وفي هنا برضه فتيلة، هتلاقي ده الانتفاخ الزجاجي، فيه جوه فتيلة اهي من التنجستين، وادي فتيله كمان من التنجستين. الملاحظ ايه بقى؟ الملاحظ ان في المصباح ده مختلف عن المصباح ده في ايه؟ في القاعده. دي قاعده حلزونيه اللي هي القلاوظ، ودي قاعده مسماريه.
ودي قاعدة ايه؟ مسمارية. يعني ايه؟ يعني لها مسمارين كده في الجنب. تمام؟ القاعدة المسمارية هتلاقي ان نقاط التوصيل بتاعتها تحت. موجودة تحت اهي. القاعدة الحلزونية هتلاقي نقطة موجودة تحت والنقطة التانية فوق اهي. هو ده الاتنين متوهج. امال ايه الفرق بينهم؟ ان ده قاعدته حلزونية اما ده قاعدته مسمارية. هو ده المصباح المتوهج. تمام؟ بالقاعدتين بتوعه. وده اللي هنتعرف عليه مع بعض هنا. طبعا احنا فحصنا المصباح زي ما قدامك في الرسم اهو. فحصناه كويس بعدسه وشفنا اللي جواه. طيب نيجي نتعرف بقى على تركيب المصباح المتوهج. تركيب المصباح الايه؟ المتوهج. اول حاجه واهم حاجه في فتيله المصباح اللي هي دي السلك الملفوف اللي احنا شفناه جوه ده، دي فتيله المصباح. مصنوع من ماده خاصه اسمها التنجستين. مصنوع من ماده ايه؟ التنجستين. طيب ما اخترناش مادة تانية ليه؟ غير التنجستين. لأن التنجستين ده بيتميز بإنه إيه؟ بإن درجة انصهاره مرتفعة. درجة انصهاره إيه؟ مرتفعة. يعني إيه درجة انصهاره مرتفعة؟ أهو يستخدم التنجستين لأن درجة انصهاره إيه؟ مرتفعة. يعني إيه درجة انصهاره مرتفعة؟ يعني لا ينصهر في درجات الحرارة عالية. يعني مهما ارتفع درجة حرارته ما بيسيحش. غير الحديد، غير النحاس، غير الالومنيوم، لو ارتفع درجة حرارته هيحصل له ايه؟ هيسيح وينصهر. تمام؟ يبقى دي أول حاجة. طيب، فتيلة التنجستين دي، ركز معايا. فتيلة التنجستين دي محمولة على ايه؟ متشالة على سلكين من النحاس، ده سلك نحاس سميك أهو، اللي هم عاملين زي السبعة والتابع هنا دول، تمام؟ اللي هم موجودين جوه أهو. هتلاقي هنا في أهو، ده تلاقي سلكين كده جوه زي السبعة. شايلين الفتيلة. تمام؟ دول ايه؟ دول سلكين من النحاس لحمل الفتيلة اللي هي من التنجستين. واضحين في الرسم قدامي اهو. يبقى ادي اول حاجة سلك لولبي رفيع من التنجستين تصل فيه الكهرباء عن طريق توصيله بسلكين من النحاس والنزال الى صدارة. وظيفتهم ايه؟ بيوصلان قاعدة المصباح والفتيلة. وده بيؤدي الى مرور التيار الكهربي فتسخن الفتيله وتكبرها فتشع ضربة حراره. طيب وعرفنا التنجستين ليه؟ تاني حاجه الانتفاخ الايه؟ الزجاجي ده. نلاحظ انت ان الزجاج ده شفاف ورقيق. يعني ايه شفاف؟ يعني انا شايف الفتيله من جوه كويس وشايف مكونات الايه؟ المصباح من جوه كويس. طب هو شفاف ليه؟ عشان يخرج لي الضوء بقوه. طب رقيق ليه؟ لان لو سميك برضه مش هيخرج لي الضوء قوي. تمام؟ طب الانتفاخ الزجاجي ده وظيفته ايه؟ ده بيحمي الفتيله. بيحمي ايه؟ الفتيله. ما يخليش اي حاجه تخش لها. مقفل كده على الفتيله وجواها غاز خام اسمه غاز الارجون الخام. طب غاز الارجون الخام ده وظيفته ايه؟ غاز الارجون الخام ده ما بيخليش الفتيله تحترق بسرعه، يعني بتطول عمرها الافتراض بدل ما تقعد معاك الشهر ممكن تقعد معاك شهرين ثلاثه. بواسطة مين؟ بواسطة أو بأهمية وظيفة إيه؟ وظيفة غاز الأرجون اللي جوه. إذا الانتفاخ الزجاجي ده يعمل على منع أول وظيفة اللي هو منع وصول الهواء للفتيلة فيحفظها من الاحتراق. بيمنع وصول الهواء من الفتيلة فيحفظها من إيه؟ من الاحتراق. كمان جواه أحد الغازات الخاملة زي غاز الأرجون بدلا من الهواء. طب غاز الأرجون وظيفته إيه؟ إطالة عمر الفتيلة. يعني يخلي عمر الفتيله طويل بدل ما تقعد شهر تقعد شهرين ثلاثه فما تتحرقش بسرعه. طيب نيجي على المكون الثالث اللي احنا شفناه مع بعض اللي هو قاعده الايه؟ المصباح. المصباحين زي اللي انا وريتهم لك دلوقتي دي قاعده حلزونيه اللي هي القرارات ودي قاعده مسماريه اهي. دي قاعده المصباح المسماريه ودي قاعده المصباح الحلزونيه. لو لاحظت نقاط التوصيل زي ما انا وصورتها لك دول قطعتين معدنيتين اسفل القاعده ده في المسماريه. طيب في القاعده الثانيه اللي هي الحلزونيه بتلاقي نقطه في اسفل القاعده والنقطه الثانيه على الجنب فوق كده. دول النقاط اللي بيوصلوا المصباح بالدائره الكهربيه ويوصلوا التيار الكهربي للايه؟ للفتيله عشان تشع ضوء وحراره. ده المصباح الايه؟ المتوهج. طيب النوع الثاني من المصابيح عندنا موجود في البيت اللي هو المصباح الفلوري سيمي. ودي مصابيح تستخدم استخدام كبير جدا. ده مصباح
فلوريسنت، تمام؟ اللي هو اللي سمى خطأ مصباح النيون، ده ما اسموش مصباح نيون، لكن اسم الشهرة يعني دي تسمية خاطئة اللي هو ايه؟ اللي هو النيون، أمال اسمه العلمي ايه؟ اسمه مصباح الفلوريسنت، تمام؟ طب ده بنستخدمه في ايه؟ في الإنارة في المنازل، بيدي ضوء أقوى من المصباح المطهر، وكمان بنستخدمه في لوحات الإعلانات، أنت أي لوحة إعلانات بتبقى على محل أو في يافطة في الشارع أو أي حاجة لازم تلاقي فيها دي من جوه، لأن دي اللي بتنور عشان تبين الإيه؟ الكلام، وكمان بنستخدمها في التزيين، لأن في منها أحمر وأخضر وأزرق، بنستخدمها في تزيين المحلات التجارية، دي الاستخدامات بتاع المصباح الفلوريسنت في البداية أول. الإضاءة، تمام؟ ودي معروفة باسم مصابيح النيون، قلنا دي تسمية خطأ، تمام؟ وبنستخدمها في المنازل والمكاتب وتزيين المحلات التجارية والإعلانات التجارية، برضه بنستخدمها في تزيين المحلات والإعلانات الإيه؟ التجارية. طيب تركيبه، هل تركيبه أنت شايف ده زي التاني؟ هو زي التاني في التركيب، ولكن الشكل فيه حاجات إضافة له. أول حاجة في إيه؟ عندنا هنا الانتفاخ الزجاجي، هنا بقى مش انتفاخ زجاجي. أمال إيه؟ أنبوبة أسطوانية طويلة. أنبوبة أسطوانية هي طويلة. نلاحظ إنها بيضة. بيضة ليه؟ عشان فيها من جوه مادة فسفورية. دي اللي بتشع ضوء لما يسقط عليها ضوء بتزود الضوء. أنبوبة زجاجية تكون مفرغة من الهواء زي التانية بالظبط. فيها غاز خام هو الأرض زي التانية بالظبط. كما هنا بقى فيها زيادة إيه؟ قليل من الزئبق، والزئبق ده مادة سامة. عشان كده ما ينفعش نكسر دي ونقعد نستنشق البخار اللي طالع منها الخلط. ليه؟ لأن ده فيه بخار الزئبق، وبخار الزئبق ده مادة سامة. طب وسطحها من الداخل مغطى بإيه؟ بمادة فسفورية اللي هي المادة البيضة دي. اسمها مادة إيه؟ فسفورية. طيب هناك كان في فتيلة واحدة من التنجسي، هنا في فتيلتين. أه. فتيلة عند الطرف ده وفتيلة عند الطرف ده. يبقى عند كل طرف من طرفي المصباح فيه فتيلة من التنجستين، وفي نقطتين توصيل هنا وفي نقطتين توصيل هنا، يبقى عندي أربع نقاط توصيل مش نقطة واحدة، يبقى هو عندي فتيلتين اتنين من التنجستين بتلاقي عند كل إيه طرف في الحتة دي أهي، دي فتيلة التنجستين، في واحدة هنا وفي واحدة في الطرف التاني، طيب يبقى أهو فتيلتين من التنجستين على طرفي المصباح من الداخل ونقاط توصيل مش نقطتين بقى، لا ده نقاط، لان في اتنين هنا نقطتين توصيل عند كل طرف من اطراف المصباح لتوصيل التيار الكهربي ايه؟ بالتيار. خد بالك معلومه، لا يدخل غاز النيون الخالف في عالم المصابيح الفلوريسنت، ولكن اشتهر اسم هذا النوع من المصابيح بالنيون، يعني النيون ما بيخش في تركيبها، امال مين اللي بيخش في تركيبها زي ما قلنا؟ غاز الاربون الخالي. تمام؟ عشان كده دي تسمية خطأ. خلاص؟ احنا كده اتعرفنا على انواع المصابيح في الدرس الجاي ان شاء الله هنبدا نتعرف على طرق التوصيل للمصابيح والجواهر الكهربائية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.